يا شعب اللهب، إذا تحية من جديد لكل السودانيين في كل مكان، كل الناس المبسوطة جدا واللي فرحانة بنجاح هذه الثورة، ويمكن هو نجاح متكلل الجهود، جهود متضافرة جدا. الوطنية كان هو هي كانت الحاسم لهذا الموضوع، والاجتهاد والقناعة في أن القادم أجمل. كثير جدا من المغنيين والفنانين بمختلف وشتى المجالات الفنية المختلفة كان عندهم دور كبير جدا من خلال هذه الثورة، من خلال الأغنيات الوطنية، ومن خلال الموسيقى، ومن خلال الكلمة، ومن خلال اللحن. إذن التحية لكل الشعب السوداني الأبي الفاضل، وأيضا التحية للمبدعين الموجودين في البلاد، ويمكن إحنا محتاجين منهم كثير جدا من الأعمال الفنية الإبداعية في الفترة القادمة وفي السودان الجديد. واحد من المبدعين الموجودين واللي ظهروا في الفترة الأخيرة وكل الناس بقت تعرفه، هو موجود من زمان لكن الناس كلها بقت تعرفه لأنه أعاد أغنيات سودانية راسخة بشكل مختلف تماما، ودمج ما بين الأغنية السودانية وما بين الفنانين حتى الموجودين في مختلف أفريقيا، لأنه في النهاية الفنون هي جامعة لمختلف الثقافات وهي لغة جامعة لكل الناس. إذا معنا من خلال هذا الصباح السوداني المخرج المبدع طيب صديق، صباح الخير عليك. صباح الخير، وسعيد أكون معكم، وتهاني للشعب السوداني بكل الانتصارات الحقيقة، يتمنى مستقبل مشرق وجميل وفيه سلام وفيه عدالة وفيه حرية للشعب السوداني. احنا برضو بنقول لك مبروك انتاج الكليب الجديد يا شعب اللهبك، ثوريتك اللي تم تقريبا تنفيذه في فترة طويلة جدا ولكن يدوب ظهر على الساحة الفنية. الله يبارك فيك، شكرا لك. مقارنة بالأعمال السابقة اللي احنا عملناها، يعني كانت التصوير والعمليات الفنية فيها بتاخد زمن طويل جدا، لكن الفيديو ده اتعمل في زمن أقل مقارنة بالفيديوهات السابقة، لكن كان ملح وضروري. ممكن نقول إنه ده فيديو بأمر الشعب، يعني الناس شافت أعمال سابقة فكله مزول يتحرك في أماكن مختلفة، بيلاقوك الناس يقولك يا أخي ما في حاجة جديدة، المفروض تعملوا شغل للثورة وكده. فهو فعلا كان الفيديو ده جاب بناء على رغبة الناس وتم في وقت معقول، يعني لو نقدر. أخذ كم الزمن بتاع التنفيذ؟ والله العمليات بتاعت التصوير تقريبا أسبوع، أسبوع صورنا في أسبوع هاي، والمونتاج والعمليات الفنية الثانية أخذت تقريبا زي 4 5 أيام. ده مقارنة بالأعمال السابقة زي ما قلت لك إن احنا عملناها في زمن يعتبر بسيط شوية يعني. لكن أستاذ الطيب، يمكن الأعمال السابقة كانت هي أعمال جماعية، نعم. كان ممكن يكون الانتقاد لها شوية صعب، لكن أنت حاسة بتتكلم عن أغنية لفنان أفريقيا ولشاعر السودان، لما تيجي تختار شاب صغير في عمره والمقارنة، ما كان أنت ما كنت خايف إنه الناس تقوم تقارن لك ما بين إنه مثلاً أستاذنا محمد ورد رحمة الله عليه ومصطفى بكري؟ أنت أكيد هو قادر في إمكانياته، لكن الحاجة دي ما كانت بالنسبة لك مصدر خوف وقلق؟ والله الخوف والقلق والمسؤولية موجودين دائماً يعني، لكن أنا الفيديوهات اللي بعملها دائماً بحب يكون فيها الجانب الملحمي ده، يعني الأداء الجماعي والشعر الكبير في معانيه والأبعاد الموسيقية والألحان تكون مليانة كده وفخيمة، فخامة كلاسيكية كده يعني. ف حتى الناس اتعودت من يعني الحاجات اللي أنا بعملها هي بالشكل ده يعني. أيوة صحيح. أنا بسميها من كلاسيكيات كده الغناء السوداني. في كمية من الشباب عملوا أغاني فيها راب، فيها ريجي، فيها أساليب جديدة يعني، مش حتى في الألحان والموسيقى وطريقة الغناء، حتى في كلمات. المونتاج والتصوير يعني ستايل مختلف، لكن أنا ماشي في خط يعني بسميه إنه النوستالجيا السودانية الوطنية دي، والأعمال الكبيرة مثلا هو زي الحاجات اللي عملناها قبل كده، أرض الخير واليوم نرفع راية استغلالنا وأغنية ديلها لي، فهي كلها أعمال المهم فيها إنها لكل السودانيين. مرات في أغاني تلقاها مرتبطة بجيل محدد أو بمزاج لنوع معين من الشباب والفئات العمرية، لكن الأغنية دي يعني رغم المسؤوليات والمقارنة
ما بين مثلا أداء وردي ومصطفى، ما بين المعالجات اللحنية والتوزيع الموسيقي والكورالي، العمل الصافي وبقى إضافة للحن الأساسي العمل الأستاذ محمد وردي اللي يرحمه. فمصطفى ميزته كمغني هو ما بيقلد وردي يعني. مصطفى خامت صوته تشبه لك قريبة من وردي، محمد وردي صحيح. يعني في فرق بين التقليد وبين المفهوم الخامة الصوتية. أيوة إنه الخامة الصوتية. فالدليل على كلامي ده إنه الناس تقبلت المسألة دي، وأنا كنت بشوف في التعليقات في السوشيال ميديا وكده ما كان في انتقاد، لأنه الناس أنت عارف المتلقين والمتخصصين ناخدين جدا ومركزين ومنتبهين وبحب يقولوا رأيهم طوالي، فما كان في آراء يعني مش بسيطة وتكاد تكون منعدمة فكرة المقارنة ما بين وردي وبين مصطفى. بتواصل الأجيال اللي احنا محتاجينه فعليا يعني. يمكن الفيديو كليب بيعتمد تماما على موضوع الصورة، لأن الصورة هي اللي ممكن تكون مؤثر أكثر مرات من الكلمات. فاختيار المناطق والمواقع اللي انتوا صورتوا فيها وكده. يعني أنا كنت حاولت إنه الفيديو تتوفر فيه أكبر صدقية يعني. يعني أنا ما أدري إن إحنا عملنا مواكب للتصوير مثلاً عشان الحاجة تتوافق وفق السيناريو اللي إحنا عاملينه للأغنية يعني. لكن كنا مثلاً بنمشي بري بنلقى الناس بيرسموا في الحيطة جنب المدرسة، بعد شوية الناس بتلموا فبيتعامل المشهد بتاع مصطفى بيغني وهو متحرك مع الناس ومع الجماهير، وكان في تفاعل حقيقي يعني حتى من الأطفال والناس الشباب التينيجرز كده، فكانوا مستمتعين جدا يعني بالتصوير. ولما نشغل الأغنية عشان مصطفى يغني معاه بالتزامن كانت الناس مبسوطة جدا، فاتخلقت حالة كده من الشكل الواقعي لما حدث في الثورة يعني والمصداقية يعني. فالحصل في الشارع هو موجود في الأغنية، في علات الناس، بكاهم، حماسهم، بسالتهم، جسارتهم، فده كله كان موجود في الأغنية. وافتكر إنه دي كانت قيمة مهمة إنه الناس ما يشوفوا حاجة كأنها مصنوعة صناعة يعني. ما يمكن هو شعار الثورة حرية سلام وعدالة. الحرية حتى موجودة في الفنون، أو محتاجين أنها تكون موجودة في الفنون. إذا كان على مستوى الكلمة أو على مستوى اللحن أو حتى على مستوى الصورة اللي بتكون موجودة. تفتكر إنه حتى الفيديو كليب ممكن يختلف في السودان الجديد أو في الفترة القادمة إن شاء الله؟ والله هو الناس اللي عندهم قدرات وعطاء يعني المفروض يواصلوا، والشغل في ظروف صعبة يعني يبدعوا أكثر يعني بيخلي الناس أقوياء أكثر من إنه الحاجات. فالآن في براحات كبيرة، في مفاهيم جديدة يعني. زمان أنت بتكون بتصور في الشارع ممكن تتعرض لمساءلات، ما بتكون مرتاح يعني. نتمنى إنه يكون في فهم جديد الآن للتعامل مع المصورين والمخرجين والناس اللي بيشتغلوا في المجال ده. و يعني الفنانين هم في النهاية هم ضمير المجتمع، الناس اللي بيعبروا عن قضايا الناس، عن تطلعاتهم، عن طموحاتهم، هم الفنانين يعني بمختلف مجالاتهم يعني تشكيليين، دراميين، موسيقيين. فأتمنى إنه الوضع الجديد والحرية اللي كل الناس الآن بيتطلعوا لها يعني الأعمال الجاية ترتقي للمستوى ده يعني من المفاهيم ومن النقل اللي حصلت وحتحصل أكثر في السودان يعني إن شاء الله يا رب. يمكن يا أستاذنا كثير جدا من الناس اللي عملت في العمل ده هو عمل ضخم جدا يعني. الناس تفتكر إنه الفنان والمخرج أو شخصيات معينة بيخفى عليهم كثير جدا من الجهود والجنود المخفيين وراء الكاميرات، وكثير جدا ما بكونوا عارفينهم. إحنا عايزين نتكلم عن الفريق اللي كان موجود بيعمل بجد واجتهاد وما كان ظاهر أمام الكاميرات. نشوف جزء من الشخصيات اللي كانت موجودة في الكواليس ونجي نتكلم عنهم وتفصل لنا عنهم، ده حقهم الأدبي المفروض ندي لهم. صحيح. والله المهم شديد في الفيديو ده إنه كان عبارة عن عمل طوعي يعني. ديلا ممكن بعدين تقوم تورينا الناس الموجودين. ده كان
دي كانت في بوري ولا كانت وين؟ دي كانت في بوري. ده مشهد الشابات دي كانوا لبسوا ثياب بيضة كده لأنه النساء كانوا أيقونات الثورة دي يعني، وأصهروا شجاعة وإيجابية كبيرة جدا جدا. فصورنا في المصور نتكلم عنه مشاهد ده على خير وبيومي، أنا بحيوم من هنا هم القاموا بالتصوير، ومعهم محمد الصاوي وبكور وأمجد صلاح وأشرف صديق حاتم مامون. دي مهيرة مهيرة الطيب، هي كانت مسؤولة من تصميم وتنفيذ الأزياء يعني. تمام. دي الناس خالد الفريق الإنتاج المساعد، وميادة خيري هي في إدارة الإنتاج. ده مشهد صورناه في النيل، شلنا صور الشهداء برضه. أنا بحيي الفنان راشد عباس برضه، هو من الناس اللي صمموا صور الشهداء. وده صديقي داود عبد العزيز، داود زول صاحبي كده وفردتي، وبنتحرك مع بعض طوالي ويعمل لنا دعم معنوي كده اثناء التصوير. راجل لطيف جدا. نحن شفنا برضو واحد من الناس الظاهرين، هو زول من جنود سوداني 24، استاذنا راشد. كيف يا اخ راشد مصطفى بخيت دائما هو راشد طبعا ناقد. انا بحب انه الناس ينقذوا لي العمل قبل ما يطلع، عشان في مشاكل، لو في مشاكل الناس يتفادوها قبل ما يتعرض الشغل للناس. استاذ راشد مصطفى بخيت هو دائما حاضر معانا ما في العمل ده، بس في حاجات كثيره. انت اخترت ايقونات يعني كانت مؤثره في الحراك، وكانت موجوده فعليا حتى في القياده، فاخترت حتى شخصيات كانت موجوده بشكل يومي حتى في ايوه العمل. لا الناس دي الناس ده همهم ومشروع وقدموا التضحيات ويتعرضوا لمصاعب كثيره جدا يعني. المشهد ده كان في الساحه الخضراء. الساحة انا ذاتي كنت مخرج الاحتفال ده. فاستفدت منه يعني في انه انا عايز اقول لك انت لميت الجمع ده كله كيف يعني. هي زي ما قلت لك المرات الاعمال الملحميه دي كل ما توفرت فيها الجماعيه والمجامع بتديها قيمه اكبر صحيح. يعني فانا كنت حريص انه في زمن كده نستاذن من الناس في الاحتفال ده. ومصطفى غنى والجمهور اتعامل معاه يعني، شغلنا الاغنيه كده، عملنا بلاي باك من الساوند سيستم، وكان في تفاعل. ودي من الحاجات اللي يعني ادت الفيديو قيمه، انه في الجماهير وفي روح الناس ونبض الشارع كده يعني. صحيح. يعني يمكن سؤال بعيدا عن موضوع الفيديو كليب، يمكن اعمالك هي دوما هي اعمال لشخص لفنانين كبار جدا، وانت حاولت تعيدها مره اخرى بشكل مختلف. هل في الفتره القادمه حيكون في انتاج لاعمال جديده لمبدعين تتم اكتشافهم؟ أيوة جداد. حنعمل فيديوهات لاعمال خاصه يعني، ده من الفيديوهات. انا ما اغلب الفيديوهات عملتها لك وراء كليه الموسيقى والدراما. ايوه صحيح. ولكن مباشرة لكن المشروع ده برضه الاغنيه اللي اتعملت لي مصطفى هي واحده من يعني نسميها نتائج الورشه المستمره لكورال كليه الموسيقى والدراما. يعني الموسيقيين اللي اشتغلوا في العمل ده هم من الاوركسترا الكورال، بعد المغنيين اللي ساهموا ككورال في الاغنيه كانوا بغنوا مع مصطفى برضه من اعضاء الكورال. جميل. ف يعني انا حاشتغل مع فنانين ثانيين، ولكن عملنا الجاي الجديد حنعمل اغنيه بتاعت قصيده الشاعر العظيم الفيتوري قلبي على وطني. استاذ الصافي يعني اشتغل عليها تلحين وبنود فيها، وقريب الكورال حيخش الاستديو والناس حيشوفوها. دي من الاعمال اللي ما تغنت قبل كده يعني، الناس سمعوها كشعر بس من لكن الفيتوري. ما سمعتها كغنيه. أيوة. نعم. هل الاعمال كلها حتكون وطنيه، ولا انت حاسس ان الشعب السوداني بيحتاج لاعمال اخرى يعني توعويه، ممكن تكون تغيير لبعض المفاهيم الخاطئه عن طريق الاغنيه؟ نعم والله، هو اي عمل اللي انا بعتبره وطني طالما بكرس للثقافه وللهويه السودانيه يعني. يعني حتى لو انتجنا اعمال عندها علاقه بالفلكلور بالتراث الاغاني العاطفيه، نحن يعني كسودانيين محتاجين نكون موجودين يعني في خارطة الثقافية والفنية، إن كان في محيطنا العربي والأفريقي وعالميا يعني. نحن نطلع إنه الملامح السودانية، الأزياء السودانية، الأكلات السودانية، الإيقاعات السودانية تكون موجودة. فلو تقدمت من خلال أي قالب أو من خلال أي موضوع عاطفي أو وطني مباشر أو تراثي فولكلوري، كلها دي حاجات نحن محتاجين
والآن العالم كله من خلال الأخبار ومن خلال ما حصل في السودان، العالم كله مركز على السودان وبعائل السودان، دارين يعرفوا المجتمع ده، العزيمة دي، الإرادة دي، التسامح ده، صحيح. الإصرار على السلمية دي والبعد الإنساني والتكافل وكده يعني. فنحن لازم الغيم واللطف الحقيقي يعني. أنا بقول دائما إنه ما يشاع عن السودانيين في الخليج أو في دول مختلفة إنهم ناس أمينين، وتأطير كده لإيجابية الشخصية السودانية في حدود محددة. لكن الشعب السوداني شعب عظيم عريق يعني واعي، وعنده إرث وعنده تاريخ كبير جدا. ممكن يقول ده دور الفنانين في الفترة القادمة، دور الفنانين، ومحتاج برضو يعني وعي. يعني أنا بقول إنه الفنون المفروض تكون جزء من استراتيجيات الدولة يعني. فإذا الحال ما اختلف والناس ما تعاملت مع عظيمة الفنون، حنفضل في مكاننا، حنرجع للمربع الأول وحنفضل في مكاننا. فهي الثورة دي المفروض تكون ثورة الجانب الكبير منها يكون ثقافي، ثقافي وفني، لأن دي الحاجات اللي بتقدم الناس. طيب نحن دارين رأيك في هاشتاجنا لليوم لحلقة اليوم اللي طرحناه على صفحة السودانية 24، الفنون بمختلف أشكالها لعبت دورا كبيرا في الثورة السودانية وسيكون لها دور فعال في بناء الدولة المدنية. صحيح، ده هاشتاج موفق جدا ونحن بندعمه، ونفتكر إنه السودانية يعني هي تبدأ الخضة. وأنا بتمنى كل الغنوات السودانية، لأنه صح الناس بتنتج، لكن اللي بيقدم الأعمال دي للناس هي الوسائط دي يعني، إن كان قنوات، إذاعات، وسائط تانية مختلفة مقروءة برضو. فبيفتكر إنه هاشتاج مناسب للمرحلة دي، وفي وعي عارف هنا في السودانية معكم مجموعة من الناس، راشد ومجموعة زملاء آخرين يعني، وكل الناس أكيد فاهمين إنه المرحلة دي محتاجة فنيا وإعلاميا محتاجة شنو. فنتمنى إنه الفنانين برضو كده يكونوا إيجابيين وعمليين. إحنا مرات في السودان عندنا الكلام من غير عمل، أي لازم نشتغل يعني. إن شاء الله يا رب. أستاذنا كنت سعيدة جدا بوجودك معنا من خلال هذا الصباح، أضفت لهذا الصباح شكل مختلف و مجموعة من الأفكار اللي بعتها، ويمكن كثير جدا من الناس اللي ما كانت بتعرف شكلك لكن اسمك سابق في كثير جدا من الأعمال الفنية. شكرا لك كثير، وإن شاء الله دوما بالتوفيق في كل الأعمال القادمة، ودائما دارين السبق بتاع إنه أي عمل يكون موجود عندنا إن شاء الله. شكرا لك. لكن أنا عشان أكون منصف شوية قبل ما نختم، داير أحيي أسرة الشاعر الوطني محجوب شريف، الأستاذ أمير الجزولي وبناته مي ومريم وزوج مريم أريك، وأنا زرتهم وقبل ما أنا يعني نبث العمل ده وننشره، كانوا إيجابيين جدا ويتفاعلوا معه، ودي روح طيبة منهم، فأنا بحييهم، وهم لهم دور إن السودانيين برضو يستمتعوا بالعمل ده. ونترحم على محجوب شريف والفنان الكبير محمد وردي، بحيي صديقي الصافي مهدي وكل الناس. العمل ده كان عمل فني طوعي، ما فيه أي ميزانيات، ما فيه أي تكاليف، اي زول اتصلنا به وانه تعال اشتغل جاب روح طيبه يعني. شكرا لك. شكرا لك كثير، وان شاء الله يكون ده دوما الحاجه اللي حنمشي فيها لقدام، انه التطوع من اجل بناء هذا الوطن في المرحله القادمه ان شاء الله.